التاريخ، ده هيكلمنا فيه بعد الفاصل دكتور والمؤرخ عاصم الدسوقي. أشوفكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. بناء الإنسان المصري، الركيزة الأساسية لبناء الحضارات. يعد الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأي دولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أول اهتمام كبير بفكرة بناء الإنسان والهوية المصرية، وأكد أن بناء الإنسان هو تحدي للإنسانية كلها وهو جوهر الرسالات، وأنه يجب التحرك بقوة لإعادة صياغة الشخصية المصرية. مصر بالفعل تحتاج إلى إصلاح جذري في عدة مجالات من أجل الوصول بالإنسان المصري إلى الحالة اللي كان عليها أيام زمان، الحالة اللي يستطيع بها أن ينافس عالميا أخاه الإنسان في مجتمعات تسابق الزمن، سواء في العالم العربي، في أفريقيا، أسيا، في أوروبا. هنناقش كيف نبني الإنسان المصري مع المؤرخ الكبير الدكتور عصام الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بك. ليه الشرف أنك مشرفني يا دكتور. أهلا بحضرتك. دكتور، حضرتك متفق معايا ان احنا اتغيرنا، ان الانسان المصري في الفترة الحالية ليس هو الانسان المصري بطباعه واخلاقه اللي كان فيها في فترات سابقة؟ طبيعي، ده يعني التغير ده صفة دائمة وملحوظة، يعني طبعا لها اسباب، يعني أيوة. الشخصية المصرية عبر التاريخ في فترة من الثبات ممكن تبقى طويلة، بعد يبقى في متغيرات على تطرأ على الشخصية المصرية من حيث التعامل مع الجيران، مع الأفراد، مع الحكومة، العلاقة بين وبين السلطة السياسية القائمة، دي كلها تبدأ يبقى لها مؤثرات على كيانه ويعيد بناء نمطه وسلوكه مرة أخرى تجاه الآخرين. هل ثورة يا دكتور 23 يوليو كان لها دخل بشكل أو بآخر في تغيير نمط الإنسان المصري؟ طبعا، لأنه ثورة 23 يوليو دي بتنتمي إلى أو حتى الثورات بشكل عام لا، ما هو الفكرة هنا إيه؟ يعني ثورة 23 يوليو بقيادة الضباط الأحرار عادت الانتماء للشعب المصري للبلد. كويس. من حيث إيه؟ الانتماء والشعور بالانتماء، من حيث الإجراءات التي بدأت تتخذها الإدارة، إدارة الثورة، فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية، التأميم وخلافه، التأميم، الإصلاح الزراعي، إلغاء الأحزاب السياسية، الموقف اللي كان الصدام اللي مع الإخوان المسلمين والتخلص منهم إلى آخره بالاعتقال، القضاء على الإقطاع، القضاء على الإقطاع إلى آخره. صحيح أن الإجراءات دي نفسها أضرت فئة مستفيدة منها طبعا، يعني وده اللي موجود لحد النهاردة أثاره. أثاره السلبية ولا الإيجابية؟ لا، أثاره إن إحنا عندنا في مجموعة تحل إلى العصر الملكي. وبيكتبوا كده حتى اللحظة دي، حتى اللحظة دي بسبب دول بقى، لما نيجي ندور عليهم ونشوف إيه أصولهم هنلاقيهم يا إما أبناء هذه الجماعات التي تعرضت بشكل أو بآخر لهذه الإجراءات سلبيا فكانت مضرورة، فتبدأ تتكلم بالضد وتحل إلى أيام الملكية، وبعضهم يطلع صور على الفيسبوك ده والكلام ده كله، صورة مثلا لميدان العتبة وهو رايق نظيف، أتبالك يقولك شوف أيام الملكية، حاجات مضحكات يعني، مش عارف طبعا. طب السكان كانوا كام؟ كان بالظبط أنا كنت لسه أقول أيام الملكية كانوا كام واحد، والعربيات الخاصة كانت قد إيه، وهكذا يعني. كل ده الهدف منه الطعن في هذه الإجراءات. اللي عملته يوليو في 52 من حيث ربط البلد بأهلها وربط البلد الأهل البلد بالبلد من خلال الإجراءات دي، بتمثل من الغالبية الغالبة مستفيدة من 80-90% تماما بالضبط، بتكرر الشخصية المصرية اللي صنعها محمد علي. شوف يعني من إمتى؟ من ناحية إيه؟ لأن محمد علي شبيه كان بثورة يوليو من غير ثورة، هو عمل إجراءات
ربطت المصريين، قضى على المماليك وما الى ذلك، قضى على المماليك، عمل المدرسه، وبعت البعثات. أيوه. لما اولاد الشوارع وحطوهم في المدرسه الصناعيه. أيوه. يعني الله، من غير ما يطالب الناس، ده هو عمل الاجراءات دي من اجل التطوير. وحتى كان يقول كده في الوثائق بتاعته. أيوه. ان المصريين مش عارفين اهميه بلدهم، وقال كده وربنا بعتني ليهم علشان اعرفهم قيمه بلدهم، فانا بضطر اقسو عليهم عشان يعملوا من اجل بلدهم. فده هنا وفضل الاجراءات دي موجوده، والانتماء ده. أيوه. وارتباط بالارض. ويجي بقى ايه، نلاقي في اشعار كتيره طبعا اتقالت عن الوطن والمسائل دي كلها، وفلان اتطن ارضا يعني جعلها موطنه، لحد ما يجي الاحتلال البريطاني. طيب قبل ما نوصل للاحتلال يا دكتور، خليني اقف عند محمد علي شويه. هل حضرتك مصر الحديثه بدات في عصر محمد علي ام بعد ثوره 19؟ لان حضرتك عارف في اختلاف ما بين الادباء والمفكرين في الحته دي. دي مرتبطه بمعنى الحديث. ما احنا لو دايما لما نيجي نتكلم نبقى عارفين اصول الكلمه. ايوه. ومعناها. يعني الحديث في اللغه دي ترجمه عربيه لكلمه مودرن. ايوه. في اللغه الانجليزيه. مظبوط. كويس. هنا احنا فاهمين الحديث زمن. يعني سنه 3 طبعا مش غير سنه 1. لكن لكن الاصل في الكلمه انها مودرن، يعني ممكن يكون في اكتر من مودرن في المودرن من الاوقات. المودرن هنا ايه بقى الاصل؟ لما نبحث في الاصل اللغه الجذر للكلمه في الثقافه الاوروبيه، هنجد ان مودرن مستخلصه من مودو وموديل وشيء مختلف. موديل جديد. شيء جديد مختلف. عن ايه؟ الموجود. الموجود. فده المودرن. فاللي عمله محمد علي من اجراءات جعلت مصر مودرن، شيء مختلف عن مما سبق، عن الفتره السابقه ايام العصر العثماني. ايوه. للتاكيد برضو على كده ببساطه، احنا مثلا كانت اوضه المضيفه زمان الجلوس يا اما حصير وعليه شلت في الاحياء البلديه. أيوة. يا اما كنبتين، وكان حتى اسطنبولي. أيوة. يعني جاي من تركيا. أيوة. من اوروبا يعني. بعدها لما بدا الصالون الجديد اللي احنا بنستخدمه لحد النهارده، فبقى يجي الصالون المودرن. اهو كده يتقال ايه، فلان جاب صالون مودرن. ايه مودرن؟ يعني ايه؟ هنقول عليها حديث. بس هي في المعنى مختلف. يعني ممكن يكون عصر محمد علي كان عصر حديث، وبعد ثوره 19 ايضا كان عصر حديث. حسب الايه؟ الـ مش الوضع السياسي، حسب الوضع الاقتصادي الاجتماعي. ده دي يعني المودرنتي ديت او الحداثه ديت بتيجي من ان انت بدل ما تاكل بايدك بقيت تاكل بالمعلقه، فاصبح بقيت اكل بطريقه مودرن اكثر تحدث، شيء مختلف. طيب كيف يا دكتور، احنا في الفاصل انا وحضرتك كنا بنتكلم في الانسان المصري، وكنا بنتكلم كيف نعيد بناءه مره اخرى. يعني حضرتك متفق معايا ان احنا الانسان المصري النهارده ثقافيا وفنيا مختلف، وابداعيا وفكريا مختلف عما سبق، والاختلاف ليس لصالحه. كيف نعيد بناء الانسان المصري مره اخرى؟ لابد يبقى عنده يعود اليه الشعور بالانتماء، ان دي بلده وانه ما يقدرش يستغنى عنها، وان بلده ما تقدرش تستغنى عنه. وده ما يجيش الا بايه؟ بايه يا فندم؟ لازم اشعر ان انا انسان في المكان ده، والدوله تتعهدني، لا تتركني لاليه العرض والطلب. هي المشكله عندنا ان احنا زي ما كنا، انا كنت هكمل الكلام. فضل. لحد الاحتلال الدوله كانت باجراءاتها بتنمي الانتماء ومن غير ما تطلب. كويس. خلاص جه الاحتلال راح ادخل راس المال في الحكم. ايوه. على طول. ايوه. بالك، وخلى مثلا من ضمن الحاجات دي بدا التعليم بالرسوم، ما كانش التعليم برسوم. اللي عمله محمد علي تعليم مجانا. ايوه. لحد الاحتلال. الانجليز لما جم عايزين يخلوا مصر جزء من بريطانيا. فخلوا في رسوم على التعليم. يرسملوها. فاتعمل ايه بقى؟ التعليم بالرسوم. مين بقى اللي هيكمل تعليمه؟ اللي معاه فلوس. طبقة. الباقي يروح فين؟ يروح الحرفه. يروح حرفه، يقعد في الغيط. أيوة. عند ابوه. علشان كده هنلاقي في الزمن ده بتاع الاحتلال زادت نسبه الملتحقين بالازهر، عشان كان من غير مصاريف. مجانا.
ومش بس مجانا، ده في جرايه يعني الجرايه اللي هي الاكل يعني بيصرفوا لهم معاشه وجبه. فطبعا هتلاقي بقى نسبه، يعني مش زي ما الناس فاهمه ان نسبه الدخول للازهر للتدين فقط، للتدين لا، ده لان ده المجال ببلاش والمدرسه المدنيه ان هو هيتعلم ببلاش ويبقى في وجبه مجانيه طبعا، وهيطلع هيلاقي برضه مجال وكلام من ده. لكن التعليم المدني بالرسوم، وده اللي خلى طه حسين اللي هو ابن الاسر الفقيره ديت، ولولا اسره عبد الرازق اللي في المنيا هي اللي تعهدته. فهو اللي خلى اللي لما وراح فرنسا وكلام من هذا النوع، لما بقى وزير في اخر حكومه حكومه الوفد من 50 ل 52، لما قال التعليم كالماء والهواء حق لكل انسان. يعني معناه حق، يعني لازم يكون مجاني. وبداوا فعلا يطبقوا التعليم المجاني بس في الابتدائي. وكان تعليم مجاني، مش مجاني تماما، جزئي. تخفيض الرسوم. قامت 52 راحت مشيت في السكه دي، خليته مجاني خالص، وخليته مجاني في مراحل التعليم. وفي 62 بقت الجامعه مجاني برضه. مظبوط، كانت واحنا الى الان عندنا التعليم مجاني. هي دي الموجود، لكن طبعا زادت الرسوم بطريق غير مباشر. يعني هي دي يعني عندك مثلا في الجامعه تلاقي في كفايه اللي هو مثلا بيتعرض لشراء الكتب مثلا والحاجات دي كلها، ولما يدخل في اي دوره بيدفع فلوس وكلام من هذا النوع. في المدارس برضو حاجات بتفرض على اولياء الامور، مساهمه منهم في المدرسه وكلام من هذا. في طب حضرتك مش شايف ان في وجهه نظر ثانيه بتقول ان مجانيه التعليم زودت الكم بس قللت في الكواليتي، قللت في الجوده بتاعه المتخرجين؟ يعني اعداد اعداد داخله التعليم مجاني ومعاها شهادات، واحنا بنشوف منهم معاه دبلوم وما بيعرفش يقرا. انا معاك، ده ايه رايك كده؟ ملوش دعوه بالمجانيه، هم اللي بيقول الكلام ده برضه اللي بيرفع الشعار ده الناس اللي عايزين يرسملوا المجتمع. ملوش دعوه بالمجانيه. لان المساله ايه؟ المجانيه مش معناها ان الطالب بيدخل وما يتعلمش. لا، دي مسألة قدرات. يعني ممكن أكون غني ودافع رسوم لكن غير قادر على التعلم، لأنه في فرق بين التعليم ولا هو ضعف في السيستم التعليمي في الرقابة. أيوه، ملوش علاقة بالمجانية، ملوش علاقة بالمجانية. يعني عايز أقول لأن في الدول الأجنبية في مجانية وهي أحسن المدارس والجامعات الحكومية. المدارس والجامعات الحكومية بتعامل نسبة مجانية للمتفوقين بالظبط الموجودين، ومع ذلك الناس ما فشلوش، بالعكس. إنما هي دي حجة للي عاوز يعيد رسملة التعليم. يقول لك المجانية أدت إلى كده. لا، مش كده السبب، ان الفصول مزدحمه. في ولاد قاعدين على الارض في بعض المدارس في الريف. طب ده يتعلم ازاي؟ وبعدين المدارس السنترات اللي عملوها ديت والدروس الخصوصيه بقينا دوله السنترات، دوله سناتر. فكانت النتيجه انك انت بتحصل على شهاده، انك انت اتعلمت، يعني اخذت في عندنا تعليم اللي هو في مدرسه مثلا وجرس الحصه ومواعيد. المدرس داخل امتحان لكن مفيش تعلم. يعني فرق كمان بين التيتشنج والليرنينج. عندنا تيتشنج ومعندناش ليرنينج. عندنا تيتشنج انه في مدرسه وفي فصل وامتحان وتصحيح وكل حاجه، لكن مفيش ليرنينج. يتعلم ايه؟ ما يتعلمش حاجه، لان انت هتقعد تسكت الطلبه ولا تشرح. لما يبقى تلميذ في فصل في مدرسه فيه 60 طالب وعاملين غاغه، المدرس ده هيسكت الطلبه ولا هيشرح؟ بالظبط. وبعدين طبعا المدرس من مصلحته ان يبقى فيه هيصه لان فيه دروس خصوصيه. طيب هل هو ده اللي مخلي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بالتعليم؟ هل ده متواكب مع رغبته في بناء الانسان المصري؟ طبعا، ما هو التعليم ده وسيله. وسيله. طبعا، ازاي انا اتثقف واتعلم واتربى؟ ما هو ده الايديوكيشن، يعني احنا بنقول دي التربيه. طيب ايه كمان غير التعليم يا فندم يعني بيساعد في بناء الشخصيه المصريه؟ شعور الانسان المصري بان دي بلده، انه لابد ان هو يلاقي وظيفه، يلاقي سكن يناسب الدخل. احنا عندنا النهارده عالم وحوش موجود، وده كله راجع للفتره اللي اعقبت فتره عبد الناصر لما بدات سياسه الانفتاح والحريه الاقتصاديه. بدعوى ايه؟ ده يعني عصر السادات. الانفتاح بدعوى انها ان الغرب هكذا، ان الغرب في الحريه الاقتصاديه. جميل، انت المشكله عندنا بقى ايه؟ ان احنا ناخد منطقي
شيء من الشكل دون المضمون. لانه يعني ايه الحريه الاقتصاديه هناك؟ طب ليه ما فيش ازمات اجتماعيه في الغرب الاوروبي؟ ليه مع ان في حريه اقتصاديه بالظبط وفي راس مال في راس ماليه بس مش مدح زينا يعني. جميل بقى. ايه بقى الضابط هنا اللي احنا مش عارفين نعمله؟ أيوة. عشان ناخد شكل ونسيب المضمون ونقول اجزاء الغرب. هناك بقى اللي عامل ضبط ايه؟ النقابات. النقابات طبعا النقابه في كل نوع من انواع العمل له نقابه، سواء نقابه خدمات او نقابه انتاج ونقابه حيه ونشطه. النقابه مهمتها ايه؟ تهدد صاحب العمل. لها مطلب مثلا عايزين يرفعوا المرتبات او عايزين وجبه غذائيه ايا كان. يبدا النسق اللي هم مسمينه هناك طريقه متحضره، يقولوا عليها سيفيلايزد واي. ايوه طريقه متحضره، لا تفاجئ صاحب العمل باضراب. طب ما انا اعمل ايه؟ قدم له طلبك الاول. مش فوضى يعني. قدم الطلب جميل، وافق انتهت المشكله. طب اذا لم يوافق يبدا التفاوض. رئيس النقابه مع صاحب الشركه عن طريق محامين، في هناك محامين للنقابات بتمثل العمال ومحامي للشركه يمثل الشركه. طيب. تمت المفاوضات وفشلت المفاوضات. لان كل واحد وقف عند النقطه بتاعته خلاص. هنا بقى يعلن رئيس النقابه اذا لم يتم الاستجابه لطلبنا بنهايه يوم كذا، يدي اسبوعين مثلا، هيتم اضراب. في اللحظه دي بقى في المنعطف ده صاحب العمل بيجري لاسترضاء العمال، لان اضراب ساعه هو الخسران. طب ايه سبب ضعف النقابات عندنا في مصر؟ ما عندناش، لان عندنا اسامي ده موجود نقابه، كل حاجه لها نقابه بس ما حدش حاسس ولا حاجه، لان ما لهاش دور. ده النقابه بتشتغل لصالح صاحب العمل. ولا ليها اي قيمه. وانا مش عايز اقول حاجه، انا مثلا كنت في الولايات المتحده الامريكيه من سنوات طويله، كنت استاذ زائر هناك. اي فندم. وتابعت اضراب ظريف جدا نقابه الحانوتيه. شوف النقابه الحانوتيه. طبعا نقابه الحانوتيه. النقابه كانت بتتعامل ايه مع دي مشكله عملت اضراب دي هيعملوا ايه فندم؟ هقول لك. النقابه بتتعامل مع اهل الميت بالعمليه، مثلا العمليه 100 دولار مثلا، يدفن يصلوا عليه في الكنيسه يدفن. ايوه. طيب جت النقابه عاوزه تغير طريقه التعامل تخليها بالساعه. هم اكتشفوا ايه؟ ايوه ان اللي بيندفن الظهر او اخر النهار غير اللي بيندفن بالليل، عشان الراش اورز او فده بياخد وقت اكتر، بياخد وقت ويستهلك بنزين وكلام من ده. فقال لك احنا نعملها بالساعه، والساعه بكذا، اللي ياخد خمسه، اللي ياخد سبعه، اللي ياخد ثلاثه، يعني اللي هيندفن الفجر ياخد ساعه، اللي هيندفن في راش اور طيب ايه بقى يعملوا؟ رئيس النقابه يقدم الطلب لمين بقى؟ للمجلس البلدي، لان دي نقابه خدمات مش صاحب مصنع. ايوه للمجلس البلدي. ايوه احنا عاوزين نغير طريقه زي التعامل. مجلس المدينه كده عندنا، زي مجلس المدينه. فطبعا قدم المجلس، قال لا لا لا، كلام ده اكرام الميت دفنه كلام من طيب يبدا التفاوض، محامي النقابة مع محامي المجلس البلدي المدينة. فشلت ايه؟ المفاوضات. اعلن رئيس النقابة الاضراب. ايوه الاضراب عن الدفن. ايوه اذا لما يتم الاستجابة هنعمل الاضراب، وجي اليوم وما استجابوش، عملوا الاضراب. وحصل بقى الاضراب، الجثث ملت الكنائس واتفتحت الثلاجات ومحدش بيدفن. هنا كمان في دور للنقابة مش على طريقتنا. النقابه ايه والعاملين بيسمعوا كلام النقابه، ما بيجيش حد بقى يستغل الموقف ويحط سعر اعلى من عنده ويخلص تحت، او مش يشتغل من تحت الترابيزه يقول لك عليا انا بشيل يعني. ايوه بالظبط. فيبقى هنا في موقف غلط. وفرضت النقابه، حصل بقى ايه؟ هاجى الراي العام، اللي هو مين الراي العام؟ اهل الميت طبعا. بيشتموا مين؟ مجلس المدينه مش النقابه، مش معترضين يدفعوا، بس هم عاملين يتوافقوا على راي النقابه. فاضطر المجلس ان يوافق على راي النقابه وانتهى الاضراب واتحلت المشكله. هذه المساله، انت بتحكم وتملك وانا اللي بعمل. طب انا ما ليش حق ان انا ادافع عن مصالحي؟ يعني انا اجوع عشان انت تشبع؟ طبعا هذه المشكله عندنا. ما عندناش نقابات ولا ليها دور ولا معترض بها. لو عملت انت اضراب تبقى خرجت بره القانون. هل حضرتك نقابتنا تأثرت بالتيارات السياسية اللي دخلتها الجواها؟ طبعا. حضرتك شايف ان كان في تأسيس للنقابات؟ ايوه، وده برضو احد العيوب، لان النقابة هنا ملهاش علاقة بالسياسة. عاوز تشتغل في السياسة روح حزب. مظبوط. يعني دي عاملة زي ايه؟ زي اتحادات الطلاب في الجامعات. ايوه.
اتحاد الطلاب ده مهمته رعاية مصالح الطلاب، ملوش دعوه بالسياسه، ملوش دعوه بالسياسه. لا يعني مثلا في طلبه بيشتكوا ان الاستاذ ما بيدخلش المحاضره او بيدخل 10 دقايق ويمشي، يروح الطلبه يشتكوا لرئيس الاتحاد عن طريق، او يروح هو يكلم رئيس الجامعه، رئيس الاتحاد يروح للعميد او رئيس الجامعه، الطلبه بيشتكوا من كذا فيتدخل العميد او رئيس الجامعه علشان يضبط هذا الاستاذ المنفلت. لكن الطلبه الاتحاد سايبين الشغلانه ديت ويتكلموا في الدستور والانتخابات. انت عاوز تتكلم في السياسه روح انضم الحزب، ايوه، من الاحزاب. لكن الاتحاد الطلبه لشؤون الطلبه، لمصالح الطلبه اللي بيشتكوا منه، الامتحانات، طريقه الامتحانات، جدول الامتحانات، المحاضرات، زي ما هم عاوزين. وانت تتبنى وتدافع عن حقوق الطلاب في اتجاه الجهه. يبقى حضرتك قلت لنا دلوقتي ان احنا لازم الانتماء، لازم التعليم، لازم حقوق النقابات، ايه كمان يا دكتور؟ هنا لازم كمان ايضا ان انت يبقى جواك الموروث الثقافي المشترك. بمعنى احنا عندنا ثقافه مشتركه عبر التاريخ، عبر الحضارات، جمعت ما بين المصريين على اختلاف الاعراق الاصول وعلى اختلاف المذاهب والاديان. الشخصيه المصريه عبر التاريخ ده طول عمرها شخصيه وسطيه معتدله، ودي جايه من الجغرافيا. الجغرافيا يعني ايه؟ الطبيعه المصريه طبيعه معتدله، ما هياش زي الطبيعه الصحراويه ولا الجبليه ولا طبيعه الغابات. عندنا ليست جافه، ليست جافه. عندنا الشخصيه المعتدله دي البسيطه لا تميل الى التطرف، لا يمينا ولا يسارا. بدليل حتى ايه؟ لما تلاقي مثلا ممكن شاب في اسره او مع زمايله بيتكلم كده في حاجه، ونقول ناس ايه عمال يشطح زي ما بنتكلم، فتلاقي بقى في ناس تقول حيلك حيلك انت فين؟ لا ما تروحش بعيد، ده بعيد عن شخصيتنا. احنا شخصيتنا معتدله. لا يا ابني خد بالك من الكلام ده، لكن احنا ما بقيناش معتدلين، ما بقيناش كده. ليه؟ لان الاجراءات المعاديه لانك انت تكون معتدل اضطرتك انك انت تبقى متطرف. تعني بايه اجراءات معاديه يا فندم؟ اللي هي ما بتضمنليش الحياه الامنه والشريفه وان انا فبيبقوا يعني فريسه سهله للتطرف والاستقطاب الخارجي بقى. طبعا يدخل هنا الخارج ما يلاقي شويه شباب موجودين بيتكلموا، بس دولت بقى ناخدهم ونديهم فلوس، خلصت ويتكلموا في الحريات بقى وحقوق الانسان. طيب حضرتك شايف ان دائما احنا في مصر بنحن للماضي، نوستالجي. هل احنا بنحن للماضي عشان الماضي بتاعنا كان افضل من الحاضر، ولا هو دي طبيعه الانسان في كل العالم؟ لا هو طبيعي دايما احنا بالنسبه لينا احنا نحن للماضي، احنا بنحن ليه؟ ازاي انت كنت عايش مستقر وامن على يومك وغدك، مش بالنسبة ليك بس، بالنسبة لأولادك الموجودين مطمئن. حتى احنا دايما اللي عنده أسرة وتلاقيه شقيان وبيشتغل وكلام، يحاول يشتري يعمل، يقول لك أنا أصل بعمل ده عشان الأولاد، يعني مش مسألة أنا والطوفان من بعدي. لا ده أنا بعمل وأنا من ناحيتي مش عاوز حاجة، لكن أنا بشتغل عشان أولادي وأضمن لهم مصدر رزق، يا يتعلم عشان يتوظف، يا اما يكون في مصلحه اسس شركه مكان كلام بيت كلام من هذا النوع لكي اضمن لهم مورد يمنعهم من السؤال. يعني دي مساله. فمن هنا بيجي المعنى بتاع الوطن. الوطن يعني يقول لك ايه؟ لو فتحنا في معجم اللغه يقول لك اتطم فلان ارضا، اي جعلها موطنه، يعني قاعد فيها. وكلمة الأمراض المتوطنة جاية عشان المرض قاعدة كده، ما بتسيبش المكان، ما بتسيبش المكان. طب يا دكتور حضرتك أشرت لثقافة المصرية المشتركة، فإحنا لو شفنا الثقافات المصرية سواء متوسطة، إفريقية، عربية، حضرتك إيه أكتر ثقافة إحنا يجب التمسك بيها في الوقت الحالي؟ هي ثقافة المصري القديم ديت اللي هي الاعتدال وعدم التطرف، الوسطية والتسامح. صحيح الاتجاه ده بيستعدي عليك المتطرف يمينا او يسارا، طبعا طبعا ضد التسامح لكن
لما تنتشر هذه الوسطية، امتى تنتشر الوسطية ديت؟ لما كل واحد يكون آمن على يومه وعلى غده. وهنا يأتي دور بقى السلطة أو الدولة. لأنه إذا أنت يعني أنا أتعلم وأحصل على شهادة، لن تأتي الوسطية إلا بالأمان. بالضبط كده. هنا ده بتدعمها موجودة وتضرب بقى المتطرفين، لأن دايما لما نشوف التاريخ هنلاقي المتطرف يمينا أو يسارا بيجتمعوا مع بعض ضد المعتدل. هل بيجتمعوا في عدم التسامح يا فندم؟ لا طبعا بيجتمعوا في عدم التسامح طبعا. يعني احنا لو خدنا نموذج عملي ونتكلم مثلا عن فترة جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر نموذج للشخصية المصرية الوسطية، معتدل، لا يميل لا لليمين ولا لليسار. مين اجتمع عليه؟ الاثنين، اليمين الممثل في الاخوان واليسار الممثل في الشيوعية. بالفعل اجتمعوا عليه عشان يضربوه. يعني عندك هتلر وموسوليني، نظام وسطي. أيوة. ما بين الشيوعية وما بين الرأسمالية. فاجتمع الاثنين الشيوعية والرأسمالية عشان يضربوه وقضوا عليه. قضوا عليه فعلا. وبدأت الحرب الباردة والمسائل والاستقطاب الدولي الموجود، مع ان الناس بقى مش فاهمة النازية يعني ايه. ده نظام وسطي. ان زد دي حرفين. أيوة. يعني ناشونال سوشاليزم، الاشتراكية الوطنية. ايوه طبعا. هادي. فمنين كان طيب. هل حضرتك في رأي موجود بيقول ان ثورة 25 يناير كان لها تأثير ايجابي كتير ولها تأثير سلبي على الشباب؟ تأثير سلبي اكتر، ويمكن على 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 طريقة تعاملهم، وبدأوا استخدامهم للحريات في التعبير عن ارائهم بيكون بطريقة غير معتادة لينا في المجتمع المصري. هل حضرتك شايف ده ليه؟ هل عشان ما كانش عندهم وعي سياسي خالص، فلما جالهم وعي سياسي يعني اتصرفوا بدون وعي وبشيء من رعونة؟ هم الحركة بدأت لما نتكلم عن 25 يناير. أيوة. هنتكلم لحد 28 يناير. لأن الفترة دي في الأيام دي من 25 ل 28 كان الشباب الموجود اللي بنجمع في ميدان التحرير هدفه هو الشباب المعتدل ده، لو عاوز يعود لدور الدولة الاقتصادي الاجتماعي منعا لقيام مظاهرات الخبز. أيوة. الأيام السنة 77 ده الهدف. 28 ويوم الجمعة سيطر الأخوان على الحركة، فبدأ التطرف اليميني موجود. فده كان له تأثير سلبي على الشباب. طبعا. يعني أنا أتذكر أن في السنة دي بالذات لما بدأت الجامعة الترم الثاني، ان احنا اخذنا اجازات كتير وقتها. الطلبه كانت بتتصرف بطريقه مش متعودينها منهم. يعني فيها نوع من انواع الاجريسيفنس العاليه، لدرجه ان كانوا حياتك فاكر كانوا بيحبسوا دكاتره وكانوا بيعملوا اضرابات غير مبرره. ده سببه ايه يا فندم؟ سببه ان الجماعه الاخوان من ساعه ما تم الافراج عنهم في 72 انتشروا بقى في كل المؤسسات، في النقابات المهنية والعمالية وفي الصحافة وفي كل الأجهزة الموجودة وفي المدارس وفي الجامعات، بدأت تنمي هذا الفكر المتطرف ضد الدولة المصرية الموجودة. وجاءت الفرصة بقى في 28 يناير لما سيطروا على الساحة السياسية من خلال أداء صلاة الجمعة في ميدان التحرير. طب هل كده فقط، ولا إن إحنا فشلنا إن إحنا نعلم الشباب كيفية التعبير عن الرأي بصورة محترمة؟ طبعا ده وارد أيضا، لأن في الفترة دي كلها والانفتاح الاقتصادي هو الأساس. لكن احنا برضو عندنا خصوصية ثقافية وهي الصبر. الصبر دهنا الصبر ده موال يعني طويل جدا. احنا شعب صبور يا فندم جدا. ده أنا فاكر أحد المواويل، كنت أحب أروح سيدنا الحسين في رمضان. أيوة. ونسمع اسمع مواويل زمان محمد طه. واحد اسمه ابو دراع المحلاوي. انا فاكر موال بيتكلم عن الشخصيه المصريه المعتدله دي. كان بيقول ايه؟ قالوا لي اهل الحجه اللي هم حجه، ما تكونش يوم نواح. تبكي على اللي مضى وتحزن على اللي راح، وارضى بحكم القدر في الحزن والافراح. وفي الوسطيه سامع فلسفة الرضا. في الوسطية أنا سامع موال من محمد طه في القهاوي دي زمان. أيوة. كان بيقول إيه؟ أيوة. في الوسطية دي، إن خيروك في القصب
خد عقلتين من الوسط. لان اللي تحت ممكن يبقى مسوس واللي فوق زعزوعه اللي خفيف ده، فيقول لك خد عقلتين من الوسط. وان خيروك في النساء خد احلاهن وسط. وان خيروك في الامور فخير الامور الوسط. الناس اللي قاعده تسمع تقول ايه الوسط كده. يعني طيب امتى هنرجع تاني شعب وسطي؟ يعني في الـ في الـ في الانترو النهارده في الحلقه، حياتك عارف كل سنه وحياتك طيب، النهارده عاشوره. وطبعا تم غلق مسجد سيدنا الحسين، الضريح سيدنا الحسين. طبعا عشان الشيعة. حضرتك بتقول طبعا علشان الشيعة. امتى هنوصل ان كل واحد حر في معتقداته من غير ما نوصل لصدام مع نتيجة التطرف مع معتقد اخر؟ هو ده لازم لازم العودة لدور الدولة في تحقيق الانتماء. ولما يبقى الانسان مشغول بوظيفته ولقمة عيشه مش هيهتم بالحاجات دي كلها. يعني لو لاحظنا يناير و30 يونيو والمسائل دي كلها، مين اللي كان بيبات في ميدان التحرير؟ ناس مش موظفين. اي طبعا. ما هو ده لو موظف هينزل يروح شغله عنده حضور وانصراف. اي طبعا، مش اي حد يقبضه اول الشهر. مش كده ولا ايه؟ طبعا. فلو كان الناس دي كلها موظفين كان ولا حصل لا يناير ولا فبراير. هو ده العيب. فالانتماء هنا، اصل الانتماء مش حاجه معنويه، حاجه ماديه في الاساس. انت منتمي لهذا المكان لان انا مستفيد منه ماديا مش روحيا. وهل ده بيفصل لنا ان اوقات بيكون العامل المصري هنا ليس على المستوى المطلوب، ولا بيشتغل بره مصر بيبقى من افضل العمال؟ طبعا، لانه هناك بينتمي للفلوس اللي بياخدها. وطبعا عارف ان في قانون وكل حاجه، ولا يطبق عليه لان الراجل بيشتغل موجود. لما بيجي هنا وبيلاقي انه عدم الشغل زي حتى الغربي، انا القانون والعقوبه توقظ ما نسميه بالضمير، دي ناحيه ثانيه. القانون والعقوبه توقظ الضمير؟ ما نسميه بالضمير. يعني احنا ايه اللي بيعبر عنها المثل الشعبي اللي عندنا القديم؟ أيوة. ناس تخاف ما تختشيش. بس هي بتخاف، مش ضميرها بيصحى. لا، ما هو هنا يعني هو ايه لما عمل كده ده خايف من العقوبه. مش بيختشي كده من نفسه ويقول عيب، لا، ده خايف من العقوبه. لكن هو لو اختشى من نفسه يبقى عنده ضمير. بس ما بيحصلش، والمثل جه من كده. ناس تخاف ما تختشيش. يعني احنا لما بنلاقي الانسان اللي بره، الخواجه اللي بره في اي بلد اوروبي، سايق عربيه عارف ان الاشارة حمراء يعني لازم يقف، مع ان الشارع فاضي. لانه عارف ان في عقوبه. هنا يبص حواليه ما لقاش حد يكسر الاشاره. على طول. لما يجي الغرب ده نفسه في مصر هنا بيكسر الاشاره، ما هو لقى الناس ايه؟ ما بتختشيش. ما بتختشيش وبينط من عصير، ما فيش عقوبه. ما فيش عقوبه. العقوبه هنا عشان كده بيقول احنا عايزين دوله القانون، اللي هي تخلي العقوبه مسطره على الجميع بدون استثناء، وبدون انك انت تبقى عارف فلان، وبدون ايه الحاجات اللي تحت الترابيزه. فيبقى هنا بقى نوقظ الضمير. يبقى انت ضميرك صاحي عشان خايف من العقوبه. طيب انا هسال حضرتك سؤال شخصي. حضرتك عاصرت فترات سياسيه مختلفه واجيال مختلفه. انهي جيل وانهي فتره سياسيه حضرتك عاصرتها كانت قريبه للانسان المصري اللي حضرتك تتمناه ان يكون عليه؟ هي فتره الستينيات. الستينيات. لان فيها كان دور الدوله واضح جدا، خلقت الانتماء للناس، والناس كانت بتؤدي عملها بكل ضمير لانه عارف ان في عائد وفي شيء بياخده مطمئن. وبعدين انا هقول لك على نفسي. يعني انا فضل. انا تخرجت سنه 61. اي فضل. واشتغلت في القطاع قبل الحكومه، وكنت باخد مرتب 22 جنيه، وتزوجت وعملت اسره، وكنا بنروح نصيف بالمرتب ده. ايوه. نهار ما اكون رايح شغلي وفي جيبي ربع جنيه فكه، ايوه، ببقى مطمئن ان انا معايا فلوس. ازاي بقى؟ ان انا بركب الاتوبيس بقرش ساغ ورايح وراجع بقرش ساغ، قهوه وشاي في المكتب بقرش ساغ وقرش، ادي 4 قروش، فاضل 21 قرش. اي كيلو فاكهه ب3 قروش ثروه يعني. طبعا معاك 21 قرش. كنا نركب، اما نركب الاتوبيس احيانا فيكم ساري بقى ظريف كده، يقول ايه حد عاوز فك الجنيه؟
فالناس تبص كده مين معاه جنيه وجاي معانا ليه؟ طيب ده اللي راكب معاه جنيه ده ربع جنيه حلو قوي 50. طب يعني هل وقتها ما كنتوش شاعرين بالغلاء؟ أبداً. يعني اوقات بيجي ببالي ان احنا كل جيل بيشعر بالغلاء بس دايما يقول على الجيل اللي قبليه كان افضل. ما كنتوش شاعرين بالغلاء طبعا، لان في ضبط ورقابه على الاسعار. ده كان في قانون بمنع الخلو. ايوه، وراضوا الخلو الناس كتير كمان. واذا حصل ان في صاحب بيت طلب خلو والمطلوب منه راح بلغ، بيتمسك صاحب البيت، ممنوع الخلو. والايجار كمان على لما اكون بيت جديد وانا رايح اجر، هيقول لي مثلا الشقه ب 15 جنيه في الزمن ده، 15 جنيه مش قليل طبعا. هتيجي لجنه تقيم الايجار عالي ولا لا، لوكس ولا نص لوكس. حضرتك ان ده عكس مبادئ الاقتصاد الحر المبني على العرض والطلب، وان احنا لو عملنا كده ده ضد قوانين الاستثمار العالميه، وان احنا بنضر باقتصادنا. ما هنرجع تاني للدايرة الناقصة. ما احنا عندنا بناخد الاقتصاد الحر من غير ضوابطه، فتحول الاقتصاد الحر عندنا الى النهب الحر. النهب الحر. الحقيقة الحوار مع حضرتك يعني ممتع. الدكتور عاصم الدسوقي المؤرخ واستاذ تاريخ المعاصر، انا بشكر حضرتك جدا، ولينا لقاء تاني لان الحوار لسه له بقية. نطلع فاصل ونرجع مرة تانية، ابقوا معنا.